السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله جاي لكم في تحدي قوي مع الحاجة حماتي اللي هي أمي ما شاء الله يعني، واختيارها النهاردة للتحدي هيكون على ملوخية خضراء وأرانب ما شاء الله يعني. إيه هي بتسلم عليكم. إزيكم عاملين إيه؟ حبايب قلبي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك. الله يخليك يا محمد. ربنا يديك الصحة. ودعوا لي وشجعوني إن أنا أكسب. إن شاء الله بإذن الله تعالى. توقع الله حاجة. محدش يقدر يغلب الحكومة. يلا توقع. محدش يقدر يغلب الحكومة ولا يغلب الحكومة. توقع الله حاجة. يلا بسم الله ما شاء الله. أخويا خضرة جميلة. طب ده مزياد. اللي عايز يشوف الطريقة يروح قناة مزياد. طريقة الأرانب والملوخية الخضراء. هي حاجة بقى ربنا يبارك فيك يا عم تعليمك ان شاء الله. انا سلمتهم المهم. تسلم ايديك. الأرانب من الأكلات المصرية الحلوة المحببة لكل العرب وخفيفة وصحية جدا وما شاء الله يعني حاجة. الله أكبر يعني ما شاء الله. برضه ما في حاجة تانية تعمل جنب الأرانب مع الأكل غير الملوخية كده معروف قوي يعني. تحبيني محشي ورق عنب صح كده؟ الرز الأبيض؟ جنب الملوخية والأرانب. ما شاء الله. رز أبيض أبيض. رز أبيض سادة يعني. تحط الملوخية على الرز الأبيض وتاكل. هي دي فتة المزياد كمان. لو أنا كنت أعمل الرز كنت أعرف. هو بقى السائد بقى اصلا مش المعروف ان هي ملوخيه بالارانب عشان كده ايه ما حبش ان ده جاي رز وحاجه زي كده. هي قد ايه مش متقلقش عليكم كفايه العيش الملوخيه والارانب. مين السائد ده؟ الحمد ما شاء الله. احنا ماشيين مع بعض. نزرع قبل النهارده بالليل. والله مجهزين يعقوب. مجهزين يعقوب يا حاج. والله ما نخلص. نعم يا حاج. وكم نص وكم كيلو الأرنب ده؟ 2.5 ما شاء الله. الاثنين 5 كيلو على الميزان صحيح. ما شاء الله. الأخ فات على النزلات. وديكم نصيحة اللي تيجي تجيب أرنب تتباحه وكيف ضغطة تجيبش النتائج. لأن النتاية ممكن تطلع شهر وتبقى زفر. الذكر تبقى لحمته مسكرة زي العسل. تيجي تجيب الأرانب من الفرارجي تقول له أنا عايز أذكر. في ناس ما تعرفش بقى تروح الفرارجي تشتري وخلاص. دي نصيحة غالية من الحاجة كده عشان إيه ما شاء الله يعني الجماعة اللي يروحوا السوق يشتروا كده إيه يركزوا في الحتة دي. بيتحابوا على الناس اللي ما تعرفش. يدوها النتايه ممكن يكون عشار ويذبحوها. لحمتها مش كويسه. مش حلو. يعني هي دي نصيحه مني. احنا ناس خبره. ربنا يبارك لك يا حاج. الله يخليك يا محمد.
لغايه دلوقتي ما شاء الله الحاجه كده حيله شكلها بتنفس الحكومه. اشبعت تتسعب بصراحه. اشبعت كمل يا محمد. اشبعت كده بعد لا بالله عليك كمل وسابني شايل معك. يا عم كمل هعبر حنين وكمل. انا عارف مش هقول عليك بس يعني حد خايف يخش معاك تحت. ربنا يديك الصحه ويبارك فيك. لا خليك زي ما انتم شايفين يا حبيبنا كده ما شاء الله يعني ايه الحاج هي الله اكبر يعني انا لسه بكمل. هي اللي هتنفذ العقاب شكلها يعني انسحبت. يا محمد كمل. انا انسحبت خلاص انا شبعت تمام قوي الحمد لله. لسه بكمل اهو. اعمل حاجة كامل. الحاج ده تمام قوي والله على كده. والله ما عارفه. مش عارفه. مش هقول عليك بس انا مش قادر والله تمام. طب يا حبيبنا كده ما شاء الله يعني كده يعني لكم اللي من السفره الفوز كده الحاج كده ان شاء الله باذن الله تعالى تمام قوي كده. انتظر بقى من العقاب ان شاء الله وهي تكون رفيقه بيا ان شاء الله. خليه يمشي لي على ايدي بس. يلا اخويا رجعنا من العقاب. انا عاقب محمد عقاب يعني خفافي عشان غالي عليا ومش هيون عليا يعني. ان شاء الله يلا عد لي ايه اخطب لي بنتي من اول وجديد تاني. يعني اه المشهد ان انا وجعته من اول وجديد. اه انت فاكر انا قلت لك ايه ساعتها؟ اه فاكر. مين؟ انا محمد. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امال عم الحاج فين؟ آه الحاج بره شويه. يعني هو بره يعني جاي اخر النهار ولا دماغه طويل ولا؟ انت عايزه ليه؟ والله انا كنت سالت الحاج محمد جنبكم بتاع وبصراحه ربنا عايز يتقدم لبنتكم يعني كده. وانا ما عنديش بنت للجواز. لا هي ما شاء الله يعني بنتي لسه صغيره. انا شايف وراها جايه من الدراسه وجايه. كمل العلامة. ماشي ما انا ما قلتش حاجه انا هكمل وكل حاجه بس يعني الحاج وبعد كده لسه صغيره. الخطوات دي يعني لسه يعني ربنا ييسر على كل حسب النصيب يعني. جالي واحد غني مبسوط ورفضناه برضك عشان تكمل علامة. والله يعني ابوها قال صغير ان رسول سلام انا ما اقدرش اديك كلمه. ابوها رافض اي عريس عشان ايه ابوها قال لي لازم تكمل علامه. مو انا مش كاره ان هي تكمل العلامه بس انا يعني عايز ايه اخد كلمه يعني. يا عم ما عندناش عريس للجواز يا حاج. انا داخل بيت من بابه. وانا انت كويس كل حاجه وعلى عيني وعلى راسي بس انا ما عندناش بنات للجواز. يعني افهم كده ان انتوا مثلا لا بنت صغيره لسه. انا وافي عليك والتشغيله والاخر تيجي تقول لي عايز اخش اقول لك بنتي بتكمل علامه تزعل؟ ما عندناش بنات للجواز. طب خد راي الحاج مثلا انا عارفه رايه. انا عارفه رايه ولو اتكلمت هيزعق ويقول لي انت عارفه رايي. هيقول لي انت بنتك صغيره. انت اديتي له كلمه اقول له لا ما اديتوش. يا حاج بس انت برضو انا مش مستعجل وانا شاري وبرضو كنت ما انت على عيننا وعلى راسنا يا ابني بس بنتي صغيره. يا حاج انا هخليها تكمل دراسه عادي وكل حاجه وان شاء الله وافرض حملت ولا حاجه مش هتكمل. احنا بنبص انها ممكن لما تتجوز تخلف يبقى هكمل فين؟ بنتنا لسه صغيرة. أنا هصبر لما تخلص دراستها إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلاص اصبر لما تخلص يبقى تعالى لنا تاني. أنت كويس وابن حلال وما فيكش حاجة بس لما تخلص. ماشي يا حاج ماشي متشكرين جدا ولما يجي الحاج برضه يرد عليه الأمر وكل شيء بس ونسيب. وخلي بالك دي مقلب فيك. يا مقلب؟ يعني انت بتعملي فيها مقلب يعني يا حاجة؟ دي مقلب. ماشي الله يبارك ماشي يا حاجة ماشي. يعني موافقة نشرب شربات ولا مش نشرب؟ اه هاتوا بيبس. زغلتوا بقى. خدتوا بيبس بالتاني يا جدعان محدش قال. يلا يا محمد يلا. مبسوط يا محمد؟
ألف مبروك. ألف مبروك محمد. ده محمد ده حبيبي. يلا الشبكة تفعل الشبكة. لا مش عايزين احنا بنشتري راجل. بنشتري راجل بمعنى الكلمة. بس انت بس قول لنا شبكة ومتنزل. لا مش عايزين شبكة. لا يا عم انت تجيب هديتك لنفسك. هو هديتك محمد هديتك. هو سهرك. انا بعز محمد ومحمد كويس يعني. ربنا يخليك يا ماما يا رب. يا رب وانا بعزك قوي. وانت قلت لي بقى انا محمد ذكري وكبير. ايوه طبعا. خلاص يعني ايه ده ودي كان مقلب فيه. الله يبارك لك يا رب. ابو زياد والله ما عرفت تعملي معايا ايه. بنساعد الناس والناس مبسوطه مننا وكلكم فاهمين ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله.